يقولون هل تقر أو هل تطعنون في الأقرع بن حابس؟ أبدا. انظروا يا إخوان، الأقرع بن حابس رضي الله عنه ذكر البيحاني رحمه الله في كتابه إصلاح المجتمع كلاما، وكان والله في ذهني لأني قرأت إصلاح المجتمع وعلقته في الدفتر ببعض الأشياء من التعاليم التعقبات، وبعضها فاتتني، وفي ذهني أن أكمل ما حصل من تنبيهات في طبعات أخرى، إلى الآن ما قد طبع الطبعة الثانية، وحتى ربما إذا طبعوه بغير إذني وهكذا إن تمكنت ويسر الله للوقت. فعندئذ تلك الطبعة فيها كلام ما أعجبني أنا في الأقرع بن حابس من البيحاني رحمه الله، فلم أتمكن ولم أنتبه للتنبيه عليه. قالوا يقر الكلام في الأقرع بن حابس، يا أخي يريدون أن يلصقوا بي تهمة يعني أنني أطعن في الصحابة.